الوقت الذي تعلن فيه وزارة الصحة بشكل يومي عن تقرير الإصابات اليومية والوفيات بفيروس كورونا المستجد، فإن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار يعمل مع فريق من الباحثين من أساتذة الجامعات المصرية على نموذج إحصائي يتوقع أرقام الإصابات الفعلية غير المسجلة بالوباء والحالات غير المكتشفة التي لم تعاني من أي أعراض ويرسم سيناريوهات للمستقبل. خلال مؤتمره الصحفي الأول الأسبوع الماضي، أثار ظهور وزير التعليم العالي الجدل وتساؤل كثيرون عن الفرق بين ما تعلنه وزارة الصحة وبين ما يكشفه وزير التعليم العالي، ويعتمد وزير التعليم العالي نموذجا إحصائيا يمكن العلماء الذين يعملون على دراسة حالة كورونا في مصر من التنبؤ بالعدد الفعلي للإصابات، مع الأخذ في الاعتبار ما كشفت عنه منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن أكثر من 85% من مصابين كورونا لا يشعرون بأي أعراض. ومن ثم ليس هناك أي دولة في العالم تمكنت من إحصاء العدد الفعلي للمصابين بسبب حداثة الوباء، فإن كل دولة تعتمد طريقة لإدارة ملف كورونا وفقا لإمكانياتها المادية والبحثية والعلمية. فهناك بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية تميل إلى التوجه إجراء مساحات عشوائية بين سكان الولايات المختلفة، إلا أن دولا أخرى تعمل على إجراء مساحات فقط لمن تظهر عليهم أعراض أو للمخالطين للحالات الإيجابية مثل مصر. الطريقة الأمريكية تكشف عن أعداد أكبر من الإصابات التي قد تكون صامتة بلا أعراض، بينما الطريقة المصرية تحاول الكشف عن الفعليين ومن ظهرت عليهم أعراض حتى تقدم لهم الخدمة العلاجية. وزير التعليم العالي اعتمد على الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة للمصابين الفعليين، واستطاع مع فريق من الباحثين أن يجري بعض الدراسات لتمكن من معرفة المصابين المتوقعين بهذا الوباء، وقد نجح بالفعل بعد أسبوع من المؤتمر الصحفي الأول في التنبؤ بما آلت إليه الأمور في هذا الأسبوع. ما الجديد في أرقام وزير التعليم العالي عن كورونا؟ يوضح الدكتور عبد الغفار وزير التعليم العالي ذو الخلفية الطبية أيضا أنه مع وضع نموذج جديد للمستقبل نتوقع أن نصل إلى أرقام جديدة في ضوء مشاهدة الوضع ومراقبة نسبة الحالات ونسبة المئوية للتغير اليومي للحالات. مثلا كنا نقول في أيام شهدت زيادة 346 حالة في يوم آخر كنا نزيد عن 510. من المؤكد أن تلك الأرقام تختلف تماما عن عما نسجله أكثر من 1400 حالة، موضح أن ما تم مناقشته كان مبني على الماضي الذي قد يكون أسبوع أو 10 أيام، ولكن طالما هناك استمرارية في الأرقام تستطيع أن تبني عليه الواقع والمستقبل. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الأرقام التي تم توقعها كانت قريبة من الأرقام المسجلة، حيث أن الحالات التي تم تسجيلها كانت 14229 حالة، كانت توقعاتنا 14266، ومن هنا نجد أن قرب بين التوقعات وما تم تسجيله. وكشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حديثه أن التوقعات بأن يوم 31 مايو أو 1 يونيو سنصل إلى تسجيل 25000 حالة، وقد نصل إلى 30000 حالة يوم 4 أو 5 يونيو. وتابع الدكتور خالد عبد الغفار أنه غير مستبعد أن نسجل 40000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من يوم 10 إلى 13 يونيو الجاري، ثم موضحا أن بناء هذا المتوقع كان بناء على تسلسل الأرقام وانتظام الأرقام التي تبلغ بها وزارة الصحة بشكل دوري. كيف تم إدارة ملف كورونا بين وزارتي الصحة والتعليم العالي؟ تعمل الحكومة المصرية على إدارة هذا الملف بشكل تكاملي، فإذا كانت وزارة الصحة مسؤولة عن رصد وتسجيل الإصابات الفعلية، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولة عن شقين، الأول هو المستشفيات الجامعية، مصنع أطباء مصر وأساتذة الطب وأعضاء هيئة التدريس، أما الشق الثاني فهو الجانب البحثي الذي يمكن الوزارة من التنبؤ بالمستقبل عبر فريق من الباحثين وأساتذة الجامعات، إذ حلت الجامعات المصرية ضمن قائمة الأكثر إنتاجا للأبحاث عن وباء كورونا. وأكد وزير التعليم العالي أنه لو حدث ارتفاع في الأرقام أو قلت أكثر فإن الأرقام المتوقعة في التواريخ السابقة تختلف بالتالي كلها ومبنية على المعاملة التي تكشف الزيادة اليومية.
للحالات. وتابع الدكتور خالد عبد الغفور: دائما نقول أنه ليس شرطا أن الأرقام التي تبلغ في العالم كله هي أقرب أرقام إلى الحقيقية. وعملنا نموذج افتراضي وعلمنا أننا سنضرب نسبة الإصابات في 5 ونسب الوفاة في 10 في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الصحة بشكل يومي عن تقرير الإصابات اليومية والوفيات بفيروس كورونا المستجد. فإن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار يعمل مع فريق من الباحثين من أساتذة الجامعات المصرية على نموذج إحصائي يتوقع أرقام الإصابات الفعلية غير المسجلة بالوباء والحالات غير المكتشفة التي لم تعاني من أي أعراض، ويرسم سيناريوهات للمستقبل.